أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رَبِّ لولا اخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين. وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر معنا واستمع الينا شقيا ولا محروما. وخير ما يوصى به العبد بل اجمع الوصايا لخيري الدنيا والاخره الوصيه بتقوى الله عز وجل فهي خير الوصايا وهي وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله واساس التقوى اخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى فهذه الوصيه الجامعه لخيري الدنيا والاخره تقوم على الاخلاص وحري بطالب العلم أن يتذكر هذا الأصل العظيم وهو حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رضي لنفسه أن يخلص العبد لوجهه: ألا لله الدين الخالص. فهذا هو حق الله الذي ينبغي لطالب العلم أن يستشعره في كل وقت وحين. في كل كلمه يسمعها وفي كل كلمه يكتبها ولا يمل من سماعها وتجديد الوصيه بها ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله برحمته الواسعه بل اخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا الاخلاص لوجهه والقبول من عنده ونستفتح هذه الدروس دروس البيوع من صحيح الامام البخاري رحمه الله وقد تقدم معنا بعض الاحاديث المشتمله على مشروعيه البيع ولا زال الامام البخاري رحمه الله يقرر هذا الحكم في أكثر من حديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث اليوم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما قدمنا المدينه اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها قال فقال عبد الرحمن لا حاجه لي في ذلك هل من سوق فيه تجاره قال سوق قينقاع قال فغدا اليه عبد الرحمن فاتى باقط وسمن قال ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبد الرحمن عليه اثر صفره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم قال ومن؟ قال امراه من الانصار قال كم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه هذا الحديث الشريف حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد اسمه عبد الرحمن بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة وقيل عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن ولد رضي الله عنه وارضاه بعد عام الفيل بعشر سنين ثم انه رضي الله عنه وارضاه اسلم على يدي ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وارضاهما وكان من السابقين بل من اسبق السابقين الى الاسلام كان ثمن الاسلام فهو ثامن رجل اسلم وكان رضي الله عنه وارضاه في مقام كريم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هاجر الهجرتين فهاجر الى الحبشه وهاجر الى المدينه ثم انه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخلف عن غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال شرف الامامه فاما الصحابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في غزوة تبوك فنال شرف إمامة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وراءه مسبوقا ثم انه رضي الله عنه وارضاه لما هاجر كان قليل المال وليس عنده شيء كحال المهاجرين حينما قدموا الى المدينه فقد خرجوا من اموالهم واولادهم لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فلما فتح الله عليه كان جوادا كريما حتى انه خرج عن نصف ماله فقاسمه ربه فانفق اربعه الاف دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الصحابه رضوان الله عليهم لهذا الصحابي مقامه وقدره وكان من ائمه الفتوى وكان بل كان احد السته احد السته الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وارضاه حينما دنا اجله وأراد أن وطلبوا منه أن يستخلف أحدا على المسلمين فقال دونكم الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومنهم عبد الرحمن بذكر منهم عبد الرحمن بن عوف فكان من أهل الشورى وكان رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في الخير يعلم الناس حتى قيل انه كان يفتي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وكم من سنه غابت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث في ذلك معروفه مشهوره ثم انه رضي الله عنه وارضاه توفي عام ثلاث وثلاثين وقيل احدى وثلاثين وقيل بغيرها وعمره فوق, سب فوق السبعين ودفن بالبقيع رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عنا وعن نبينا وعن امه محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته. يقول رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنه: لما قدمنا المدينه اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع قوله رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المؤاخاة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى في مكة، والمرة الثانية في المدينة. والمؤاخاة من الأخوة، والإخاء من الإخاء، والمراد بذلك أن يكون الرجل مع الرجل كأخيه. لأن أقرب إنسان أقرب الناس إلى الإنسان في المواساة والنصرة والمؤازرة هو الأخ ولذلك يوصد يوصف بكونه عضدا وقال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك وقال موسى عليه السلام يناجي ربه هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا فالاخ يعين على خير الدين والدنيا والاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكه وكان معه اصحابه اخى بين اصحابه، وهذا وهذه المؤاخاه مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بنيت عليها احكام ثم نسخت فكانوا قبل الهجرة آخى عليه الصلاة والسلام بين الرجلين فآخى بين أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وبقية الصحابة قبل الهجرة ثم لما هاجروا إلى المدينة كان المهاجرون في ضعف وقلة يد فآخى بينهم وبين الأنصار وكان المهاجري يرث الأنصارية ويقدم في الميراث على أهله وقرابته وهذه الأخوة قيل إنها وقعت عند بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده وقيل قبل بناء المسجد أي عند قدومه عليه الصلاة والسلام ووقعت بقباء قبل نزوله إلى داخل المدينة وقيل بعد الهجرة بسنة وثلاثة أشهر فالمقصود أن هذه المؤاخاة كانت بين تسعين نفسا بين تسعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ وقال بعض العلماء إنهم بلغوا مئة فكان الرجل مع الرجل كالأخ مع أخيه ولا شك أن هذه الأخوة اعظم الاخوه وهي الاخوه في الله ولله وابتغاء مرضاه الله فاخى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم الى المدينه بين ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وخارجه بن زيد واخى بين عمر ورجل من الانصار قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين رجل من الانصار قيل ان هذا الرجل هو عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه صاحب القصه المشهوره الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه تكون الظلمه والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني فاحب ان تاتي الى بيتي فتصلي في مكان اتخذه مصلى والحديث في صحيح مسلم فهذا الرجل اخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين جعفر ومعاذ بن جبل وقيل بين عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم من بقيه الصحابه ومنهم ومن هذه الأخوة أخوة عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع وسعد بن الربيع هو سعد بن الربيع بن عمرو بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الحارث الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه سعد بن الربيع احد النقباء الصحابه الاجلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليله الظلماء حينما كان عليه الصلاه والسلام يعرض نفسه على القبائل من يؤويني حتى ابلغ رساله الله فاعرض الناس واقبل هؤلاء الذين كتبت لهم السعاده في بطون امهاتهم بايعوا على التوحيد والايمان حينما اعرض اهل الشرك وعبدة الاوثان بايعوه على على لا اله الا الله ان يؤوه وان ينصروه وان يعينوه على تبليغ رساله الله ففتحوا له قلوبهم قبل ان يفتحوا له دورهم رضي الله عنهم وارضاهم وكانت هذه الصفه هم الذين تولوا البيعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منهم سعد بن الربيع ثم انه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر والذين وكان مع الذين نادى عليهم مناد الله يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثم لما كان يوم احد خرج رضي الله عنه وارضاه من بين اهله وماله وولده في اخر يوم من حياته خرج رضي الله عنه وارضاه لينال سعادة لا شقاء بعدها ابدا، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت وصابر وصبر وصابر وكان يقاتل عن يمينه وشماله ومن امامه ومن خلفه حتى خرّ رضي الله عنه وارضاه بعد ان ضُرب سبعين ضربة في جسده رضي الله عنه وارضاه ولما انتهت الغزوه قال بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه من ياتيني بخبر سعد بن الربيع فبخ بخ اي شرف واي مقام لهذا الصحابي ان يسال عن حاله رسول الامه صلى الله عليه وسلم لما علم منه من الصدق والوفاء قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله قيل هو زيد بن حارثة فانطلق زيد حتى أتى سعدا وقد سقط على الأرض أثخنته جراحه رضي الله عنه وأرضاه وبه سبعون ضربة سالت دماؤه الشريفة سالت على ثراء أحد تلك الدماء ليلقى بها ربه يوم يلقاه اللون لون دم والريح ريح مسك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا عليك السلام ما خرج من الدنيا حتى كانت اخر لحظاته ان يقرا عليه سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقال كيف تجدك قال اني اجد ريح الجنه وابلغ قومك انه لا عذر لهم لا عذر لهم عند الله ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف هؤلاء هم الصحابه الكرام هؤلاء هم الصفوة الذين اختارهم الله لنبيه وأمرنا وجعل من دينه وشرعه حبهم والترضي عليهم واعتقاد فضلهم في الإسلام هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فحبهم عبادة وذكرهم بالجميل شأن أهل الصلاح والتقوى من الذين اتبعوا باحسان ولذلك من عقيده اهل السنه والجماعه ان تذكر ماثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف المؤمن قدر هؤلاء القوم الذين بشرهم الله برحمه منه ورضوان ان تذكر ماثر هؤلاء القوم لانهم هم الذين حفظوا الدين وهم الذين نقلوا الينا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا حبهم وحسن التاسي بهم وان يجمعنا بهم بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد قال رضي الله عنه وأرضاه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا قال صلى الله عليه وسلم كونوا أخوين أخوين يخاطب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يكن عند المهاجرين المال كما ذكرنا بل كان من بعضهم من اغنى الاغنياء وترك ماله رضي الله عنهم وارضاهم فجاءوا مهاجرين طاعه لله ورسوله ولاحياء وللقيام بحق هذا الدين فلما كانت حالهم كذلك اشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل اخوانهم من الانصار وامر اخوانهم من الانصار ان يكونوا معهم حتى انه عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حينما قدم الى المدينه من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يؤاجرها من كانت له ارض فليزرعها اي لنفسه فان لم تكن له حاجه بالارض ان يزرعها فليزرعها اخاه ولا يؤاجرها اي لا ياخذ على اخيه اجرا وهذا كله من باب المواساة ثم ان هذه الاخوه ترتبت عليها الاحكام فكان اذا توفي الانصاري كما ذكرنا ورثه المهاجر وقدم المهاجر على القرابه حتى نزل قول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فنسخت هذه الاحكام وبقيت اخوه الاسلام عامه بين المسلمين كما قال تعالى انما المؤمنون اخوه وليس هناك على وجه الارض اشرف ولا اطهر ولا ازكى ولا اسنى من الاخوه في الله جل جلاله هذه الاخوه على اعظم كلمه قامت عليها السماوات والارض اخوه الدين واخوه الاسلام والحب في الله والولاء في الله من اوثق عرى الاسلام ولا شك ان المتحابين في الله المتاخين في الله الذين يشد بعضهم من اجر بعد في طاعه الله انهم هم خير الناس في هذه الدنيا ولذلك كم تشر من الخيرات وكم احيي من السنن بمثل هذه الاخوه والمحبه الصادقه التي لا يرجى فيها الا وجه الله ولا يبتغى فيها الا ما عند الله ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ووجبت محبة الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتآخين فيه يرى الرجل الرجل محافظاً على الصلاة في المسجد يراه محافظاً على الصف الأول فيحبه وهو لا يعرفه ولا يعرف اسمه ولا نسبه ولا يبتغي شيئا بهذه المحبه الا انها تكون شافعه نافعه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وذاق طعم الايمان وحلاوه الايمان من احب في الله ووالى في الله فهذه الاخوه عهد بين المسلمين ولذلك ضرب الصحابه رضوان الله عليهم فيها اروع الامثله وكان الرجل في شده الفاقه والحاجه اذا اتته الصدقه يقول اعطوها فلانا فانه افقر مني فيصرفها الى غيره وهو من اشد الناس حاجه اليها كان الصحابه رضوان الله عليهم اصدق الناس في الاخوه وأصدق الناس في المحبة حتى إن الله زكاهم من فوق سبع سماوات بهذه المحبة القائمة على الطهر والنقاء والرحمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وصفهم بأنهم رحماء أي يرحم بعضهم بعضا ولذلك ترى المسلم ينادى الصلاة على الجنازة فيصلي على أخيه المسلم لا يعرفه ولا يعلم من هو ويصلي على أخته المسلمة لا يعرفها ولا يعرف من هي يصلي ويدعو ربه لها بالرحمة ثم يشيع جنازتها ثم يقف على قبرها وعلى قبر أخيه ويسال الله لهم الثبات فهل وجدت اخوه تبقى بعد الموت مثل هذه الاخوه بل انها بعد الموت وبعد القبر وبعد الحشر والنشر فلا يزال المسلم ينتفع باخوته لاخيه في الله حتى ان الله يظله في ظله يوم لا ظل الا ظله ويوم القيامه يشفع المؤمنون بعضهم لبعض فكيف يتنعمون واخوانهم من العصا من العصاة يعذبون فياذن الله بالشفاعة فيشفع الاخ لاخيه ويشفع المحب لحبيبه وهذا كله من فضل الله على اهل الاسلام وفيه دليل على فضل كلمة الاخلاص التي جمعنا الله بها والف بها بين قلوبنا فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يعني فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا قال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا وهذا حقيقة فكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو الذي وقعت القصة بعد وفاته جاء أخوه وهو عم أولاده كانت له ابنتان لا وارث له من الولد إلا هما فقام العم وهو أخوه وأخذ المال كله على عادة الجاهلية وظلم الزوجة والبنات فكانوا, فكانوا لا يعطون المرأة شيئا فلما فعل ذلك جاءت زوجة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها البنتان وقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معك يوم أحد وإن هاتين البنتين وخلف هاتين البنتين وأخذ عمهما المال ولم يعطهما شيئا وإنهما اي البنتان لا يزوجان ولا تنكحان اذا لم يكن لهما مال فقال عليه الصلاه والسلام سيقضي الله في امركم ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى عليه الصلاه والسلام ان للبنتين الثلثان ان للبنتين الثلثين وان للزوجه الثمن وللعم الباقي لأنه عصبة فصارت سنة في الميراث وكان رضي الله عنه من اغنى الأنصار واكثرهم مالا فقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذه المقالة قال إني إني اكثر الأنصار مالا إني اكثر الأنصار مالا فيه دليل على جواز بيان نعمة الله على العبد ما دام أن له أن المقصد غير محرم، فيجوز للإنسان أن يقول أنا أكثر الناس مالاً من باب التحدث بنعمة الله أو من أجل غرض شرعي كما وقع لسعد مع عبد الرحمن بن عوف، أما إذا كان على سبيل التفاخر وعلى سبيل الرياء نسأل الله السلامة والعافية فهذه هي المهلكة ولذلك. من تفاخر بقوته او افتخر بماله فان الله يجعل قوته ضعفا ويجعل غناه فقرا والله على كل شيء قدير وكم فعل الله بالماضين وكم مضى من سنن الله في الاولين ما فيه العبره لكل من طغى وبغى ولذلك لا يجوز للانسان اذا اعطاه الله مالا او اعطاه الله شرفا في الدنيا أن يتفاخر بذلك وأن يتعالى على الناس بل عليه أن يتواضع وأن يذكر نعمة الله عليه إني أكثر الأنصار مالاً وهذا يدل على طهارة النفس ونقائها فهذا أخوه لم يخبئ عنه ولم يرد أن يخبئ عن حالته وبين له أن الله أكرمه بهذه النعمة ولكن من يكون من كان ضعيف النفس ضعيف الايمان فانه يخبئ عن غيره نعمه الله وقد يجحدها كما فعل الابرص والاقرع حينما اعطاهم الله المال فانكروا فانكر كل واحد منهم نعمه الله عليه وقال الحقوق كثيره فنسى الله السلامه والعافيه هذا من الشقاء فاذا تحدث الانسان لاخيه من باب انه يكرمه ويعطيه فهذا مقصد حسن فقال رضي الله عنه وارضاه: اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي فاقسم لك نصف مالي اي اعطيك نصف المال واخذ النصف الاخر لانك اخي وهذا من ابلغ ما يكون من المحبه والوفاء في الاخوه الأخوة ليست بالكلام ولا بالدعاوى ولكنها أفعال ولذلك قال جعفر الصادق رحمه الله لأصحابه يوما هل أنتم إخوان وأعوان قالوا نعم قال هل بلغ بكم أن يدخل الرجل يده في جيب الآخر فيأخذ ما يشاء قالوا لا قال إذن أنتم لستم بإخوان وهذا لا يطبقه البعض الان يعني انما المراد ان الاخوه لا تكون بالدعوه انما تحتاج الى تق... قال هل بلغ ان يدخل الرجل في يده في جيب احد اخيه فياخذ ما يشاء هذا قد يكون كنايه عن انه متى ما اراد من اخيه مساعده او عونا فانه يبذل له ذلك وهذا من اصدق ما يكون ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك هذه الاخوه التي تكون صادقه ولن يصدق احد في اخوته الا زكاه الله حيا وميتا وما صدق احد في اخوه الاسلام واخوه الدين فكان مع اخوانه على احسن ما يكون الاخ مع اخيه، لا يسمعون منه الا خيرا ولا يرون منه الا خيرا ويبذل لهم ما يستطيع فقد فاز فوزا عظيما لان هذه الاسباب لان هذه الصفات من اسباب دخول الجنه. دخل عليه الصلاه والسلام المدينه فكان اول ما تكلم به اربع كلمات ايها الناس اربعه اوامر اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: تدخلوا جنة ربكم بسلام اي بلا سبق عذا عذاب ولا عتاب. وهذه أمنية يتمناها المؤمن أن من أطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ووصل الأرحام أنه يدخل جنة ربه بسلام وهذا من, من أبلغ ما يكون إذا نظرت فيه وجدت أطعم الطعام هذه أخوة وقيام بحق الأخوة وأفش السلام تزيد المحبة أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم فهذه كلها خصال للاخ مع اخيه المسلم فالاخوه الصادقه قائمه على الحب في الله وقائمه على البذل وعلى السخاء وعلى العطاء ولن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله وتبتغي بها مرضاه الله فتحسن بها الى اخيك فتقضي بها دينه وتفرج بها كربه إلا بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في صحتك وفي عافيتك وأحسن الخلف عليك بما لم يخطر لك على بال وفي قصص الأولين وعبرهم الشيء الكثير وهذا كله فضل من الله فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب نعم وانظر أي زوجتي هاويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها لن تجد امه على وجه الارض صدقت في اخوتها كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض العلماء ان الله اختار نبيه من بين الانبياء فهو صفوتهم وهو خيارته من الخلق واختار اصحاب نبينا عليه الصلاه والسلام من اصحاب الانبياء فهم افضل صحب لنبي بما أوتوا من الخصال الكريمة وبما أوتوا من الشمائل العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم زوجتان انظر أيتهما أحسن وأفضل لك أيتهما هويت أي تحب وتريدني أن أتنازل عنها فإني أطلقها فإذا حلت فانكحها هذا ما فعله أحد وهذا كله يدل على ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من صدق الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يكونوا إخوانا فضربوا أروع الأمثلة في الأخوة قال رضي الله عنه وأرضاه قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك لا حاجة لي في ذلك تعفف رضي الله عنه ومن استعف يعفه الله واستغنى بربه ومن استغنى بالله اغناه لا حاجه لي في ذلك اذا كان العبد غنيا بالله سبحانه وتعالى فلن يفتقر الى احد سواه وكان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف مستغنيا بالله هذا العرض من سعد بن الربيع يدل على شرفه وفضله ونبله وكريم خلقه رضي الله عنه وارضاه. وهذا الاعراض من عبد الرحمن رضي الله عنه يدل على شرفه ونبله وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. فقد اعرض عن عن ان عن ان ان يكون ان ياخذ من اخيه فاخذ العلماء من هذا دليلا انه يجوز للانسان ان يشق على نفسه اذا قوي يقينه بالله. لا شك ان عبد الرحمن كان بحاجه وكان حينما قدم المدينه كان المهاجرون فقراء وقد اقبلوا على البلد وليس عندهم مال فهو بحاجه ولكنه رضي الله عنه وارضاه قصد معنى اخر وهذا يدل على قوه اليقين في الله سبحانه وتعالى لن تترك شيئا لله الا عوضك الله خيرا منه ولن تستغني بالله الا اغناك الله استغنِ ما أغناك ربك بالغنى وإن تصبك خصاصة فتجملي وقيل فتحملي فإذا أصيب الإنسان بالفاقة والحاجة فإما أن ينزلها بالناس من باب الأخذ بالأسباب على وجه يرضي الله وإما أن ينزلها بالله فإذا أنزل بالله فقد تكفل الله له بالفرج العاجل فقال لا حاجة لي في ذلك فأنزل حاجته بالله واستغنى بالله فرأى من الله ما لم يخطر له على بال فكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه تصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أي بنصف ماله وبلغ أربع أربعة آلاف دينار والدرهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم فكيف بالدينار كلها بذلها لله وخرج من نصف ماله لله من كثرة غناه رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله عنه وأرضاه هل من سوق فيه تجارة؟ هل من سوق فيه تجارة؟ هذا هو موضع الشاهد الإمام البخاري من فقه رحمه الله سرد الأحاديث في السوق فقدم حديث أبي هريرة إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق في الاسواق فهذا فيه مشروعيه ان ان يبيع الانسان ويشتري كان يشغلهم الصفق وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمه فدل على مشروعيه البيع لان ليس المراد السوق وانما المراد ما يقع داخل السوق وهو البيع فمن فقه قدم حديث الانصار انهم كانوا يشغلهم الصفق في الاسواق فذلك قال العلماء في دليل مشروعيه البيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه والسوق قائمه فاقرهم على ذلك ولكن بين لهم ما احل الله من البيع وما حرم فهذا الحديث الثاني قال هل من سوق هل من سوق فيه تجاره هل من سوق فيه تجاره هذا موضع الشاهد وهذا من باب الاخذ بالاسباب وكل من اخذ بالسبب واستعان بالله وتوكل على الله فان الله يرزقه ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله والائمه انه ينبغي للمسلم ان يتوكل وان ياخذ بالسبب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو فذكر أنها تسعى وأنها تأخذ بالسبب متوكلة على ربها وهذا هو الأصل فسأل عن السوق وفيه تجارة هذا موضع الشاهد ولذلك قال بعض العلماء التجارة هي أفضل المكاسب وقال بعض العلماء ان الزراعه هي افضل المكاسب فالذين يقولون ان التجاره هي افضل المكاسب قالوا لان فيها نفعا للناس ولعموم الناس فتجلب لهم الارزاق خاصه في القديم تجلب لهم الارزاق من اماكن بعيده ففيها طعام الناس وكسوتهم وهذا فيه قيام لمصالح الدين والدنيا ومن هنا قالوا انها افضل وقال بعض العلماء ان الزراعه افضل لان فيها توكلا على الله وفيها كذلك نفع للناس كما في التجاره لانها تخرج النبات يخرج ثمرات النخيل والزرع وما فيه من قوت للناس وايضا ما فيها من النفع للدواب فما من طير يشرب ولا ياكل الا كان لصاحب الزرع اجره وهذا هو اقوى الاقوال ان الزراعه افضل المكاسب لما فيها من التوكل لانه يبذر البذر وهو لا يدري هل ينجح بذره او لا ينجح فيتعلق بالله ويكثر سؤال الله فاذا خرج البذر خاف عليه الافه فسال الله ان يحفظ له الثمره وهذا فيه توكل أيضا واعتماد على الله وهكذا ما يكون من حصول الأجر في الدواب والطير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال سوق قينقاع سوق قينقاع وقينقاع وقين نقاع وقين وقين بالضم والفتح والكسر وهم قوم عبد الله بن سلام وكانت هذه السوق على أميال من المدينة وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتاجرون فيها وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أنه أتى سوق بني قينقاع بإضافة بني قينقاع وهم شعب من اليهود من بني النظير فأتى دله على هذا السوق لأنه كان من أشهر الأسواق في المدينة نَعَمْ قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن الأقط هو اللبن المجفف وقد تقدم في زكاة الفطر بيناه وهو من طعام العرب ويبقى أياما فغدا, فغدا بأقط وسمن ليتاجر به نعم. قال ثم يتاجر وغدا بأقط وسمن يأخذ الأقط دينا ثم يبيعه وقد يأخذ اللبن ويجففه ثم يبيعه المهم انه اخذ الأقط والسمن ليبيعها في السوق نعم قال ثم تابع الغدو ثم تابع الغدو اي انه رضي الله عنه استمر في تجارته ولم ينقطع نعم فما لبث ان جاء عبد الرحمن عليه اثر صفره ثم تابع الغدو هذا ايضا شاهد على مشروعيه التجاره وان هذا ليس بعيب ولا منقص للانسان ان يتاجر لا بد للمسلم من كسب يصون به ماء وجهه ولكي يتعفف بعفه الله عن سؤال الناس وعن الحاجه ركب ابراهيم بن ادهم سفينه رحمه الله واشتدت الريح وعلت الامواج حتى راى اهل السفينه الموت واصبحوا في كرب عظيم وهو في ناحيه من السفينه فلما هدات الامور واستقرت السفينه قالوا يا ابراهيم ابراهيم بن ادهم هذا العبد الذي نحسبه من الصالحين ومن الاخيار الماضين قالوا له يا ابراهيم الم ترى كيف فعلت بنا هذه الشده فقال رحمه الله انما الشده الحاجه الى الناس انما الشده الحاجه الى الناس ان ترجو من لا حياء عنده او يراق الوجه عند من لا يبالي ولا يتالم بالام الانسان لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع لكنه لا يواسي ولا يسلي ولا يتوجع وأشد من هذا إذا شمت فقال كيف تصبح فقيرا وكيف تفعل كذا وكيف تفعل فجمع بين الحشف وسوء الكيلة نسأل الله السلامة والعافية الشدة الحاجة إلى الناس ولذلك نسأل الله السلامة والعافية ولذلك يسأل العبد ربه الغنى أن يحفظه وأن يرزقه العافية من سؤال الناس والتذلل للناس فقال إنما الشدة الحاجة إلى الناس فغدى رضي الله عنه إلى السوق وصار يتابع الغدو فلا بد للإنسان من كسب وعن أئمة السلف والعلماء الماضين كلمات كثيرة كلها تدل على أن طالب العلم ينبغي أن يكون له كسب يحفظ به ماء وجهه وأن يكون عنده مال يستعين به على طاعة ربه بشرط ألا يتسبب له فتنة في دينه وإنما يكون بقدر وإذا سأل العبد ربه أن يرزقه المال الحلال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا فسال الله الرزق فليس من العيب الذهاب الى السوق وليس من العيب البيع والشراء وقد كان ائمه السلف يتعاطون التجاره كان الامام ابو حنيفه يبيع الخز وهو من هو في امامته وجلاله قدره رحمه الله برحمته الواسعه وغيره كثير من ائمه السلف كانوا يتعاطون التجاره لكي ينتفعوا وينفعوا الغير بهذا المال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح نعم المال الصالح اي الذي جاء من كسب طيب عند الرجل الصالح فهذا موضع الشاهد من الحديث أنه سأل عن السوق فدل على وجود السوق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه غدا المرة بعد المرة فدل على أن تعاطي التجارة والذهاب إلى السوق ليس بمكروه في الشريعة وليس بأمر محرم لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم نعم فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة اي ما مضى الا وقت ثم جاء عبد الرحمن وعليه اثر الصفره وهي الزعفران قيل كان متمضمخا بالزعفران وغالبا يفعل ذلك اذا كان الانسان حديث عهد بعرس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راه قال في بعض الروايات تزوجت مهيم هل تزوجت فعلم انه قد نكح رضي الله عنه وأرضاه نعم فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية الطيب الذي له لون خلافا لما قاله بعض أهل العلم إن طيب الرجال فيما خفي لونه وظهر ريحه وطيب النساء فيما ظهر لونه وخفي ريحه ف... هذا يدل على جواز ومشروعيه التطيب بالزعفران وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المناسك ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس فحرمه حال الاحرام فدل على انه في غير الاحرام جائز. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت وفي بعض الروايات مهيم وهي كلمة للسؤال عن الحال قيل إنها لغة يمانية وقيل إنها مركبة وقيل مهين بالنون والأول هو الأشهر مهيم أي ما شأنك وما حالك تقال للسؤال عن حال الإنسان و فيه دليل على أنه إذا رؤي من الإنسان أمر أو حال مختلف فلا بأس من السؤال وليس هذا من الفضول ولا مما يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف عن, عن حاله حينما رأى منه تغيرا فأخبره عبد الرحمن بن عوف وفيه دليل على مشروعية الإخبار بالنعمة والتحدث بالنعمة ولذلك قال له تزوجت قال نعم, نعم. قال ومن قال, قال ومن فيه دليل على مشروعيه السؤال عن الارحام ومن اختار الانسان وانه لا باس بذلك ولا حرج وان كان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام ليس لغيره لانه كالوالد عليه الصلاه والسلام وبعض الناس لا يحب ان يسال الانسان عن اموره الخاصه فإذا كنت تعلم ان اخاك يتضايق من هذا فانه المنبغي عليك ان تراعي حاله وألا تسأل عن شيء لا يعنيك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فلا يسأل عن حال احوال الناس وخاصه اذا كانت على سبيل الفضول واشد ما يكون ذلك اذا كان بمجمع الناس وامام الناس بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الامام وهو المقدم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وبعد وهو كما قال عليه الصلاه والسلام انما انا لكم بمنزله الوالد وقال له من اي ممن نكحته قال امراه من الانصار امراه من الانصار لم يبين اسمها ولذلك يذكرونها في من لم يسمى عند العلماء من لم يسمى سواء من الرجال او من النساء يذكرونه في شروح الاحاديث أي انه لم يعثر على اسم هذه المراه وعدم معرفه الاسم لا يضر وليس بضار وإن كان في بعض الأحيان معرفة الإسم في الحادثة للشخص قد تترتب عليها أمور تتعلق بالنسخ في الناسخ والمنسوخ بحيث معرفة هل الحديث متقدم أو متأخر هذه أمور يهتم بها العلماء في الشروح لأنها تترتب عليها فوائد وهذه المرأة لم يذكر إسمها وقيل إنها إبنة أبي الحسن رضي الله عنه أرضاه رجل من الأنصار نعم قال وهو رضي الله عنه نكح ما يقارب العشرين امرأة لم يبلغ عشرين امرأة عبد الرحمن بن عوف توفي عن قرابة الثمانية عشرة من النساء تزوجهن وعفهن رضي الله عنه وأرضاه طبعا ليس في عصمته كلهن ومنهن تماضر هذه المرأة الأنصارية التي نكحها هي أم ابنه عبد الله الأكبر وعنده عبد الله الاصغر وهو ابو سلمه الفقيه المشهور صاحب ابن عباس التابعي الجليل الامام المحدث ابو سلمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف صاحب عبد الله بن عباس والراوي عنه وعن غيره من الصحابه رحمه الله وكان امام تماضر امه وكانت ابنه سيد القوم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف آه إلى في دومة الجندل وأمره إذا نزلوا على فتحها أن ينكح بنت سيدهم فنكح تماضر ثم أنجبت له هذا الإمام الجليل عبد الله الأصغر وأما هذه الأنصارية فقد فهي أم ابن عبد الله الأكبر نعم قال كم سقت كم سقت اي كم اعطيت لان المهر كان في القديم يساق الى اهل الزوج الى الزوجه واهلها ولذلك يقال كم سقت اي كم اعطيت وكم دفعت وكم بذلت اي المهر الذي اعطيته وفيه دليل على مشروعيه السؤال عن مثل هذه الامور اذا لم يكن ثم حرج على الانسان في الاخبار بذلك فقال رضي الله عنه قال رضي الله عنه زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب دل على مشروعية المهر في النكاح أنه هذا أصل مجمع عليه كما دل عليه دليل الكتاب والسنة وقال زينة نواة من ذهب من ذهب وهذا شيء كثير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنواة والفصي الذي يكون في التمر زينتها ليست بالهينة ومبلغ وهذا يدل على مشروعية المهر وأن ولو كان كثيرا لكن بحسب الإنسان عبد الرحمن عوف من أغنياء الصحابة اغتنى حينما تاجر واغتنى دفع بحسب حاله ولذلك قال الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته فالذي عنده سعه ويقدم المهر الذي يليق بقدره او المراه التي ينكحها تستحق هذا المال لا ينكر عليه ولذلك قال تعالى واتيتم احداهن قنطارا فليس لاكثر المهر حد لان الله سبحانه وتعالى بين أنه يعطى بهذا القدر لكن لولي الأمر كما ذكر غير واحد من أهل العلم إذا تضرر الناس بغلاء المهور أن يتدخل لأنه يحسم الشيء يمنع الناس عن الاستسار بما فيه شر على الناس لكن من حيث الأصل يجوز أن يكون المهر قليلا وكثيرا على حسب ما يتفق عليه الطرفان نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه أولم أمر أي اصنع الوليمة ووليمة العرس قال بعض العلماء بوجوبها لهذا الحديث في قوله أولم أمر والأمر للوجوب وقال بعض العلماء باستحبابها ومذهب الجمهور رحمهم الله وهذه الوليمة قصد منها الفرق بين النكاح وبين السفاح والزنا فالنكاح يشهر ويشهر ويعلم به الناس ومن هنا تصنع الوليمه فاذا صنعت الوليمه وجاء الولد للزوج علموا انه قد نكح وان هذا ابن شرعي بخلاف السفاح فانه لا يكون علانيه ويحرص على السر فيه وعدم معرفه الناس ومن هنا شدد بعض العلماء والأئمة رحمهم الله في نكاح السر حتى قال عمر لو تقدمت فيه لرجمت وهو أن ينكح المرأة ويسأل الشاهدين يستكتمهم النكاح فلا يخبراني أحدا وهذا معروف عند العلماء والأئمة بنكاح السر أن يمنع الشاهدين من إخبار الناس النكاح الأصل فيه الإشارة قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف فهذا الأصل في النكاح أن يفرق بينه وبين السفاح والزنا فقال أولم لأنه إذا أولم دع الناس فتناقل الناس أن فلانا نكح فلانا فإذا جاءه الولد منها ثبت النسب وعرفت الناس نسب الولد نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن اقاسمك مالي نصفين وازوجك قال رضي الله عنه بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امراه من الانصار قال ما سقت اليها قال نواه من ذهب او وزن نواه من ذهب قال اولم ولو بشاه نعم هذا الحديث هو نفس الحديث الذي مضى قيل ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عبد الرحمن بهذا الحديث فهو يرويه عن عبد الرحمن كما جاء في بعض الروايات والحديث ليس فيه زياده عن حديث المتقدم وهو مثله نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنه وذو المج ومجنه وذو المجاز اسواقا في الجاهليه فلما كان الاسلام فكانهم تاثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قراها ابن عباس. هذه أسواق كانت في الجاهلية وبقيت بعد الإسلام ونزل الوحي بجواز البيع والشراء فيها وأنه لا إثم على الناس مع أنها كانت من بقايا الجاهلية عكاظ وهو السوق المعروف وكانوا يأتون هذا السوق أياما معدودة العرب في الجاهلية ولا يزال هذا متوارثا الى اليوم الاسواق في القرى والهجر اياما مخصوصه ومعدوده اما من الاسبوع واما من السنه وهذه الاسواق حوليه ليست اسبوعيه ولا شهريه وانما من الحول الى الحول وياتيها العرب من الجزيره من شتى الجزيره ويكون فيها البيع والشراء ويكون فيها ايضا الشعر وغير ذلك من مآثر العرب المعروفة في القديم وعكاظ كان لها عشرون يوما من شهر ذي القعدة من أول شهر ذي القعدة ما أما بالنسبة لمجنة فكانت بعدها ولها عشرة أيام فيكتمل شهر ذي القعدة ويدخل شهر ذي الحجة فيكون لذي المجاز العشرة الأولى من ذي الحجة وذو المجاز تبعد عن مكة بضعة أميال على جهة مرة مجنة تبعد عن مكة بضعة أميال من جهة مر الظهران اللي هو الجموم فهذا السوق كان قائما لكنه على مدار السنة وليس على مدار الاشهر على مدار العام فهو سوق حولي فتاثموا خافوا ان هذه الاسواق محرمه وخافوا الاثم ببقائها فانزل الله تعالى قوله فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فانزل الله هذه الايه ولما كان السوق الاخير يوافق الحج يوافق ايام الحج آه بين سبحانه وتعالى ان لا حرج في بقاء الناس على البيع والشراء وان لا حرج ان يبتغوا فضلا من ربهم وهم حجاج ولذلك آه قالوا انه يجوز للمسلم ان يحج بنيه وفي نيته ان يتاجر لا باس بالحج مع نيه التجاره لكن إذا اجتمعت العبادة واجتمعت مع العادة أو اجتمعت العبادة مع الدنيا فينبغي أن تكون العبادة هي الأصل وأن تكون الدنيا تبعا فإذا كان العبادة كانت العبادة هي الأصل والدنيا تبع لم يضر تبعا لم يضر ولذلك آه لما آه أجاز الله سبحانه وتعالى في, في قوله اقر الله سبحانه وتعالى الصحابه رضوان الله عليهم في قوله واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم خرجوا يريد العير في الاصل خرجوا يريد العير ففوجئوا بالقتال ومن هنا لم يعتب الله عليهم قال تودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ومع ذلك جعل الله لأهل بدر ما لم يجعل لغيرهم من أهل الغزوات فقال العلماء فيه دليل على أن من نوى الدين في الأصل والطاعة والقربة وجعل الدنيا تبعا لا يضر وأن هذا لا يؤثر فالمهم أن يكون السبب الباعث مرضاة الله سبحانه وتعالى وهو الحج وكون الدنيا كونه ينتفع في هذا الحج أو يأخذ سيارتها ويكون معينا للحجاج وياخذ اجرا على ذلك فهذا لا باس به ولا حر لكن بشرط الا يكون هو الاصل والاساس نعم قراها ابن عباس هذه الايه الكريمه هذا الحديث من احاديث اسباب النزول الصحيحه لان اسباب النزول منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يقبل الانجبار او ضعيف لا يقبل الانجبار فالمقصود أن هذا الحديث بيّن فيه حبر الأمة وترجمان القرآن سبب نزول هذه الآية الكريمة وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم شو الناس بسم الله أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر يقول السائل إذا كان البول على الثوب هل يجوز بيعه أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد ثبتت السنه بتحريم بيع النجس اذا كان نجس العين كالميته والخمر والخنزير ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الميته والخمر والخنزير والاصنام فهذا النجس العيني لا يجوز بيعه لكن المتنجس وهو الشيء الذي اصابته النجاسه ويمكن غسله وازاله النجاسه عنه يجوز بيعه ولو كانت النجاسه عليه بشرط ان يبين انه متنجس وهذا لا باس به ولا حرج فيغسل النجاسه ومن هنا اختلف العلماء في بيع الزيت المتنجس هل يجوز بيعه او لا يجوز قال بعض العلماء يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره فالزيت كما هو معلوم اذا وقعت فيه النجاسه تفارقه ولا تمتزج به لان البول لا يمتزج بالزيت فماده الزيت لا تقبل الممازجه وحينئذ قالوا يطهر كيف يطهر قالوا يطهر بالغسل ويطهر بالطبخ فمن قال انه يطهر بالطبخ يقول انه يغلى فيتبخر تتبخر النجاسه ويبقى الزيت ومن قال انه يطهر بالغسل يقال يضاف ماء اكثر من النجاسه يذهب عين النجاسه فاذا كانت قطره او قطرتين من النجاسه واضيف كوب من الماء حينئذ طهر لانه سيختلط الماء مع البول ويطهر كما لو غسلته من ثوب ونحوه ومن هنا قالوا يجوز بيعه ولو كان متنجسا وهي مساله مشهوره هل يجوز بيع الزيت المتنجس او لا يزول؟ فمن قال انه يمكن تطهيره اجاز بيعه ومن قال انه لا يمكن تطهيره منع بيعه والله تعالى اعلم، نعم. اثابكم الله، فضيله الشيخ هل الاستلام للحجر وتقبيله في كل اشواط الطواف اثابكم الله؟ هو سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تيسر الإنسان أن يستلم الحجر ويقبله هذه سنة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر وقبله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فدل على أن من السنة تقبيل الحجر لكن إذا كان فيه ضيق وفي حرج وفي أذية وفيه ضرر فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة والنهي مقدم على المستحب في هذه الحالة لأن النهي مقامه أكثر إذا غلب على ظني أنه سيحصل أذية وضرر ولربما سب وخصام ونحو ذلك فحينئذ يتركه والله يكتب له الأجر بالنية والله تعالى أعلم وباذن الله سيكون دروس جامعه ان شاء الله الوقت ما بين الدروس وبين التصحيح فيكون اسبوع ان شاء الله للتصحيح اسبوعا للتصحيح والباقي للدروس وان شاء الله سنعلن عنها في الموقع نسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم.